هلا والله، أنا ساشا ورجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد وقصة جديد. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ. تقول صاحبة القصة: أنا تزوجت مرة متأخر، يعني بداية الثلاثين، برجل عظيم، بس ما صار حمل. كملنا سنة وكنت أتوتر كل شهر، بس هو عمره ما حسسني أبدا بالشي هذا. أقول لكم إنسان جنة جنة، كان يخاف علي ويطمن علي كأني طفل، ومستحيل يدخل البيت ويده فاضية لو إيش ما صار. هالشي مو بس لي، حتى عند أهله. يعني صح تزوجت متأخر، بس الله عوضني وأسعدني بسنة مستحيل أنساها وأنسى تفاصيلها. لين يوم كان يستعد لدوام الفجر، جهزت أغراضه وصحاني عشان أصلي وأقرأ سورة البقرة، حضني وسلم علي وراح دوامه. يومين بيومين، اللي صار إنه راح ولا رجع. آه كيف تلقيت الخبر؟ كأنه صفعة، كأني كنت بحلم لمدة سنة وبعدها قمت. صار عليه حادث وراح لربه، حبيب قلبي وروحي. رجعت بيت أهلي، والأول مرة أبات عندهم بعد سنة، بس هالمرة ما رح أرجع لزوجي. تعبت مرة لأني كنت متعلقة فيه بشكل فظيع، جلست سنوات أعاني لين راح عني، وطبعا ما نسيته والحمد لله. يا ليت لو الله رزقني منه بطفل، لكن أكيد لله حكمه. صار عمري على نهاية الثلاثين، وكان عندي مشروع أكل وعندي وظيفة وشغالة على نفسي، لين تقدم لي شخص في منتصف الأربعين عنده 5 أطفال. زوجته توفت في حادث سيارة، شرط علي إنه ما يبي عيال لأن العيال نفسيتهم متدهورة ويبيني أهتم فيهم. تقطع قلبي عليهم، شرط إني أشوفهم أول شيء، ولما شفتهم تقطع قلبي أكثر، تعلقت فيهم بزيادة ووافقت رغم كل الانتقادات والمعارضات اللي جتني. ما كان سهل علي إني أربيهم صدق، بالذات الكبار. سمعت السب والصياح آخر الليل، عشت الويل في أول سنوات زواجي، بس قدرت إني في النهاية أقدر أسيطر عليهم ويحبوني ويعتبروني زوجة الأب الحنونة الصديقة. دخلت الأربعين ولهيت في العيال وتدريسهم، ومن دون مقدمات أنا حملت. أي حملت بدون أي تدخل. زوجي والعيال طاروا من الفرحة كأنه أول مرة يصير أب بعد ما كان يعترض. حبيت أقول لكم هالقصة لأن ولدي الكبير تخرج من الثانوية، عوضني الله بعيال وبيبي في حضني، وتلونت حياتي وشفت فيها كل الخير. لا تستعجلون على أرزاقكم. الله يبارك لك في زوجك وعيالك، شكرا لهذا العوض الجميل. القصة الثانية: تقول صاحبة القصة: أنا متزوجة كويتي من جماعة أمي، ولنا من تزوجنا 2 سنين. هو كويس معاي بالحيل ويحبني جدا، بس أخواته نكدوا عيشتي شيء لا يطاق ولا يتحمل. أكثر ناس سطحيين شفتهم بحياتي، يقطون علي إني ألبس من شيئين. واحدة منهم تقول المفروض يخلونك موديل حق الموقع من كثر ما تلبسين لهم، وكلهم ما تضحك المتخلفات، يتدخلون في كل شيء بحياتي. لهجتي ماخذينها محتوى، كل ما قلت شيء قالوا تراك من القصيم. مرات أرد ومرات أسفهم، الوضع صار هوس، يعيبون علي ويقلدوني. والله إني ما أحب أقول كذا، بس أنا جميلة بشهادة الجميع إلا هم. ومع ذاك كل جلسة يقترحون علي عيادات عشان أسوي تجميل، يشككون بزواجنا إنه عن حب وهو تقليدي بحت. أشياء كثير ما أقدر أقولها، بس تعبت حرفيا. وأشوف لما أرجع للسعودية عند أهل أبوي متنفس لي منهم. أحب زوجي مرة، بس أخاف أخسره بسببهم، وهو كمان كلمهم بس للأسف إنهم صاروا ألعن بعد ما هاوشهم. المشكلة ساكنين كلنا قريب من بعض وأقابلهم غصب عشان أمه وأبوه. أبي حل، لأن فكرة الانفصال بدت تسيطر على عقلي، واللي يخليني أهون إنه يطيح ويقوم لرضاي. قبل تعطوني الحل لا تعممون وتسبون، لأنهم هم حالات فردية وشاذة. والله المجتمع الكويتي عسل، عشرتهم ما في أحلى منها. يعني ما في شيء يستاهل إنك أصلا تنفصلي، لا تنفصلين، بس خلي علاقتك مرة رسمية معهم. القصة الثالثة: تقول صاحبة القصة: بنات أنا في هم ما يعلم فيه إلا الله، ودي أحد يساعدني بس ما عندي أحد حولي يدلني. أنا يا بنات عندي أختين وأنا أصغر واحدة فيهم. أخواتي هذول لهم 10 سنين ما يكلمون بعض، هم ساكنين بنفس البيت ونفس الغرفة، مع إنهم قبل 10 سنين هذولي كانت علاقتهم مرة حلوة.
بس صارت بينهم مشكلة من 10 سنين وما رضوا يسامحون بعض. حاولت كثير أصالح بينهم بس دايم يهاوشوني ويقولون لي لا تتدخلين. أختي الكبيرة علاقتها مع أمي مرة مو حلوة، وما تكلم أمي ولا تقعد معاها، وحاليا أنا لي 5 شهور يا بنات، وأختي الثانية ما تكلمني أبد بدون سبب. سألتها وحاولت أفهم منها، تقول أنتي ما سويتي شيء بس خلاص. أنا بادرت ورحت كلمتها أكثر من مرة بس تصدني، يا بنات ما تعاملني زين، وخلت أمي ما تكلمني وتحرشها علي دايم. أنا أبغى أرجع علاقتي مع أختي بس هي ما تبغاني، وش أسوي؟ دايم أحاول أسولف معاها وما تكلمني، تسحب علي. أنا تعبت منهم، أعطوني حل، تكفون يا بنات، والله خلاص أحس إني بنفجر. هي زعلانة مني ما أدري ليش، ما في سبب، تقول ما في سبب يعني من راسها زعلت، وأنا ما أحب أحد يزعل مني كذا، وتزعل مني إذا سولفت مع أختي الكبيرة، ما تبغاني أكلمها، ما أعرف وش أسوي. مالي كله الدعاء، دعاء في آخر الليل وتصلي وتدعي. بس والله انتهت قصتنا لليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا حاجة، وإذا عندكم قصص وتبوني أقولها أرسلوها لي على الإنستغرام.